بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة الصف العاشر. اليوم بإذن الله تعالى نعرض لكم إجابات الوحدة الثانية من كتاب الطالب، وكنا قد عرضنا إجابات الوحدة الثانية لكتاب النشاط، تجدون الفيديو في القناة، والوحدة الثانية بعنوان جمع البيانات وتمثيلها. الآن نأتي هنا إلى إجابات السؤال الأول. طبعا هنا الدرس الأول جمع البيانات وتصنيفها. نأتي الآن إلى التمارين. هذه تمارين السؤال الدرس الأول. طبعا السؤال الأول هنا معنا، هذا هو السؤال الأول، يتكون من ألف وباء. نعرض لكم الآن هذه هي الإجابة. مثلا هنا كما قلنا لكم كتاب الطالب الوحدة الثانية، تمارين 2 إلى 1 ألف. إجابة ألف وباء هذه في الجدول، كما نشاهد هنا الجدول، بيانات نوعية عندنا وبيانات عددية. من البيانات النوعية أمثلة عليها لون الشعر، وأمثلة على البيانات العددية عدد الإخوة والأخوات. فهنا نريد أن نكتب عدة محاور يجمعها الطالب بشكل منفصل. هذه مثلا إجابة. إذن هذه كما قلنا لكم الجدول هذا يعرض إجابة ألف وباء. هذه إجابة السؤال الأول. الآن بالنسبة للسؤال الثاني، أيضا حدد ما إذا كان كل من البيانات التالية منفصلا أو متصلا، يعني هل البيانات منفصلة أو البيانات متصلة. هذا السؤال الأول. هنا عندنا ألف وباء. السؤال الثاني كما لاحظنا هذه إجابة ألف وباء. ألف بيانات متصلة وباء منفصلة، وهي مثلا كتلة كل حقيبة على متن الطائرة، وعدد الأشخاص في المنزل، مثلا عدد الأشخاص في المنزل تعتبر منفصلة. الآن باقي الإجابات هنا نعرضها لكم من جيم إلى لام. من جيم إلى لام هذه الإجابات. ثم بعد ذلك ننتقل إلى السؤال الثالث. كما نلاحظ هنا السؤال الثالث هنا أيضا يتكون من جزئيات، وهي من ألف إلى ياء. كما نلاحظ هنا من ألف إلى ياء. الآن هذه طبعا ألف عندنا من 1 إلى 4. هذه ألف لكل جزئية من الجزيئات من ألف إلى ياء. أجب عن الأسئلة التالية: حدد طريقة واحدة يمكنك استخدامها لجمع البيانات. الآن هنا ركزوا في إجابة هذا السؤال حتى تعرفوا الإجابة. هنا يقول لكل جزئية من الجزيئات من ألف إلى ياء أجب عن الأسئلة التالية، يعني مثلا على سبيل المثال هذه ألف وهذه عندنا ياء. الآن بالنسبة لألف، كم مرة ستحصل على العدد 6 إذا رميت حجر نرد 100 مرة؟ هذه ألف نريد أن نجيب على 4 أسئلة. يوجد 4 أسئلة سنجيبها، وهي السؤال الأول: حدد طريقة واحدة، وهل مصادر البيانات أولية أم ثانوية، وهل البيانات نوعية أم كمية، وهل البيانات الكمية منفصلة أم متصلة. أيضا عندما نأتي إلى باء، ما البرامج التلفزيونية الأكثر مشاهدة لدى أقرانك في الصف؟ بعد ذلك ترجع مرة أخرى وتجيب على هذه ال4 أسئلة. ثم عندما تنتقل لجيم، ما أطول 10 أنهار مصنفة كأطول الأنهار في العالم؟ أيضا عندما تأخذ هذا السؤال جيم تجيب عن ال4 أسئلة التالية. مثلا الآن نعرض لكم ألف على سبيل المثال. هذه هي الإجابات في ألف. عندنا نجيب على 4 أسئلة لألف، وهي نفس الأسئلة تتكرر مع كل جزئية. إذا أتينا هنا إلى باء، السؤال باء: ما البرامج التلفزيونية الأكثر مشاهدة لدى أقرانك؟ أيضا سوف نسأل هذه ال4 أسئلة. حدد طريقة واحدة يمكنك استخدامها لجمع البيانات، فنقول الإجابة هي استبانة. السؤال الثاني مثلا: هل مصادر البيانات أولية أم ثانوية؟ نقول هنا أولية. السؤال أيضا الثالث: هل البيانات نوعية أم كمية؟ طبعا بالنسبة لنا نحن نتكلم للسؤال باء، تكون الإجابة كمية. ويبقى عندنا السؤال الرابع: هل البيانات الكمية منفصلة أم متصلة؟ هذا طبعا كله بالنسبة إلى باء، الإجابة تكون كما نلاحظ منفصلة. إذا لاحظوا ال4 أسئلة تتكرر مع جميع الأسئلة من ألف إلى ياء. نأتي مثلا هنا
نعرض لكم على سبيل المثال كما نشاهد هنا عندنا الآن جيم. لاحظوا هذه إجابات السؤال جيم، هذا هو السؤال جيم. كل سؤال يجب أن نطرح عليه 4 أسئلة، وهكذا أعزائي الطلبة. الآن نعرض لكم باقي الإجابات. لاحظوا مثلا نعرض الآن من جيم إلى واو، من دال إلى واو، هذه على سبيل المثال من دال إلى واو. ثم بعد ذلك عندنا هنا من زين إلى ياء، هذه الإجابات هنا. الآن نأتي إلى الدرس الثاني، تنظيم البيانات. نأتي الآن إلى التمارين على هذا الدرس. هذه هي الأسئلة والتمارين. هذا السؤال الأول معنا، السؤال الأول هذا هو الدرس الثاني، وهذه إجابة السؤال الأول، هذا هو الجدول. والسؤال الثاني هنا يقوم الطلبة هنا تحقق من إجابة من إجابات يا الطلبة، يقوم المعلم بالتحقق من هذه الإجابات. السؤال الثالث هنا أيضا معنا كما نلاحظ هذا الجدول، من هنا مجموع العددين الظاهرين لاحظوا إلى رقم 12 الثالث. إذن هنا انظروا إلى الثالث، هذا الجدول معنا. وهنا الأسئلة، السؤال ألف، ما المجموع الأكثر ظهورا؟ فهذه إجابة ألف هو 7. والسؤال باء، ما المجموعان الأقل ظهورا على حسب الجدول؟ على حسب الجدول 2 و12. والسؤال جيم هنا، في رأيك لماذا لم يسجل فيصل العدد 1؟ لماذا لم يسجله؟ هذه الإجابة، من المستحيل الحصول على المجموع 1 باستخدام حجري نرد، لأن أقل عدد سيظهر هو 1 في كل منهما. وهذه الإجابة. السؤال دال، في رأيك لماذا حصل فيصل على علامات عد كبيرة لمجاميع العد التالية 6 و7 و8؟ هذه الإجابة دال. هناك 3 طرق للحصول على كل من هذه المجاميع. وبهذه الطريقة أعزائي الطلبة أعرض لكم الآن إجابة باقي الدروس للوحدة الثانية.